دوري في الفيلم ان انا المفروض يعني من احدى المحاولات لوصول الاستاذ باسم سمره ان هو يسافر على مصر اللي هي الدوله العظمى. ويعني انا بصراحه كان ليا الشرف جدا ان انا يرشحني استاذ مدحت سعد للفيلم، وبصراحه انا كنت مبسوطه جدا وانا بشتغل في وسط نجوم زي دول، لاني بصراحه هم ادوني من النجاح بتاعهم وحسيت ان هم شجعوني جدا وساعدوني كتير.